الا تزوج براجل كيكمل حشيش عادي ماشي مشكل، غا هي يكون عنده المصرف ديالي ويكون عنده المصرف ديال يعني ولادي وغا يكون المصرف ديالو هو، ولكن الحشيش عاوتاني صعيبه شويه كيفلاش الانسان، ما نقدر معاه بشويه بشويه تنحيد ليه الحشيش، يعني ما نقدرش نحيدو ليه بمره وحده، هذا الشيء اللي كاين، ولا ما بغاش ديك الساعه غنلتجئوا معاه شي حاجه اخرى. يعني غنكع واحد شوي ولكن غنسامح، حتى داك الشيء عادي، يعني المغرب راه كامل كيكمي، ولكن مع الدماغ غندير ليه، يعني ما نقدرش نخسر راجلي على قبل يعني جوان ولا هذا، هو العالم كامل كيكمي الحشيش. الحشيش راه كلشي، راه ولا مدمن بنادم عليه بزاف، راه فهمتي، راه ولا كيلقى راح شوف فيه كيقول لك اجي نكمي جوان باش كنرتاح، كاين اللي دابا عنده جوان باش كينعس، راه كل واحد وكيف داير، يعني كل واحد والعقليه ديالو. ضروري ما غنعمر لي اتاي حنت راجلي، ضروري ما غنعطي اي حاجه، فهمتي، ضروري الراجل نيفو الحشيش ولا بالحشيش، يعني الراجل نيفو كيجي من الخدمه كيلقى اتاي ديالو الصينيه ديالو كيف محطوطه، هذيك ضروري عادي. دابا هادشي ولا جاري بيه العمل عادي، كلشي دابا كلشي ولا تبله، وضروري ما تبغيش راجلك يكون هكاك، تبغي راجلك يكون صالح. انا غادي ندير معاه شي حوايج اللي غيخليه يحيدو، يعني الا ما قدرش الا كان مدمن بزاف غنصبر، الا كنت كنبغي غنبقى معاه، كنت كنبغي غنتفارق معاه. لا يدخل مزيان، يدخل هو هذاك صراحة صدمة قوية، لقيت راجل كيكمل الحشيش اش بقى؟ كملها بالشراب وكملها بشي لاخر، يعني الصوفاج الحشيش ما خدامش. أكثر الناس اللي كيكملوا الحشيش بزاف راه مبسطين ضايعين في الزناقي، غيكون راجلك منهم؟ ما يمكنش. هادشي علاش؟ يقدر يقطعو، يقدر يدير بزاف الحوايج، إلا ما دارش المستحيل راه ما هي حياة. الحشيش كيسطي وكينقص المناعة. علاش كتلقى بزاف الناس هنايا في الشوانطيات وضايعين في الشوانط؟ بسبب ايش؟ راه سبب الحشيش، سبب معجون، بزاف الحوايج، بزاف المخدرات، صحته اول حاجه كتمشي. صبر معاه، قطع تبارك الله، ما قطعش سيفيني، حيت داكشي كيجي من الاول، كيف نقولوا حنايا نهار الاول كيجي كيموت المش. صعيب الحال بزاف والله، سامخش با. الا لقيتو كيكمل الحشيش من بعد غادي نبقى معاه حتى يحيدو بشويه، غنبقى معاه ما خصكمش نتفارق معاه على قبل شي حاجه، عادي غنبقى معاه، لا بغيت يقطع ونبقى معاه.